بخصوص التصريح الأخير للحكومة، إحنا صراحة لم نتفاجأ بهذا التصريح كما تفاجأ منه عامة الشعب المغربي. إحنا كنا كنقول دائما بأن كل تلك الأخبار التي تروج في الجرائد هي مجرد إشاعات، وهذا ما أكد عليه التصريح الحكومي، حيث أننا كنا ننتظر الحوار وإجابة عملية لهذا المشكل هذا، في حين أنه الإجابة التي قدموها لنا دائما هي الإجابة المعودة منذ التاريخ على هذه الحكومة، ألا وهي إجابة العصا. يعني إحنا كنقولوا بأننا كما تروج عالميا بأننا في دولة الحق والقانون، دولة الحوار، دولة كذا وكذا، إلا أننا نتفاجأ بسمع واحد الحق يكفله الدستور والمواثيق الدولية، اللي هو الحق في التظاهر. حنايا كأساتذة تعرضنا لواحد الاضطهاد في حقنا، وواحد يعني الإجحاف، إجحاف الحقوق ديالنا والحقوق ديال المغربي. كنطالبوا بأن يترفع علينا هذا الحيف، إلا أننا كنصدموا بهذه السياسة ديال العصا ديال الحكومة. يعني أغلب المراكز الجهوية اللي ما فيهاش الداخلية كانت كتمنع، إلا أن حنا دابا كنتفاجئوا علاش أن المراكز اللي حنا كنعتبروها هي مراكز ديال الأساتذة المتدربين، كما هما كيقول لك بانكم طلبه واساتذه متدربين، علاش كنتفاجئوا علاش انك كتبدل عليهم واحد المكان اللي المفروض انهم يكونوا الداخل ديالهم. وهنا اذا الدوله كتحرض الاساتذه باش انهم يخرجوا برا الشارع، يكونوا عرضه يعني للجميع، جميع يعني جميع الناس وجميع الاخطار اللي تروج يعني في الشارع، وكيقولون بانكم تظاهروا في الشارع ما تظاهروش داخل المراكز. البدايه كانت هذه 3 شهور، هذه يعني تتيم من المسار اللي تبعته الحكومة في الملف ديالنا، اللي كنعتبره صراحة يعني هذا واحد القرار، يعني قرارات خطيرة في حقنا. كنشوفوا ان الملف ديال الاطباء تعاملوا معاه بواحد الليونة ديريكت، ليونة ودغيا دغيا القانون الحل، وحنايا تعاملوا معنا بواحد السياسة يعني 3 شهور من النضال، 3 شهور من العصا، 3 شهور من الدماء التي تسيل في الشوارع، ومازال انهم كيزيدوا كيستغدوا فينا. واش لان الاطباء هم واحد النخبه، يعني كما كنقول نخبه برجوازيه، واحد النخبه كيتعامل معاهم ديك السياسه، وحنايا حيت اننا ولاد الشعب كيتعاملوا معنا بسياسه الزرواطه. حنايا كنقولوا للحكومه بان جميع المشاكل في العالم كتحل بالحوار، كتحل بالحوار ماشي كتحل بواحد الشكل فردي كما كان، وهذا كنرجعوا يعني للمرسومين كما جاو انهم فرضيه من الحكومه وسببوا هذا المشكل، يقد ان الحكومه الا دارت شي قرار عاوتاني تسبب في المشكل اكثر. كنقولوا حنايا كاين هناك مبادرات، كاين هناك مجموعه من الاطراف كتحاول تدخل، كاينين بزاف ديال الاطراف كتحاول انها تدخل في خيط ابيض، انها تسمع للجميع وتسمع للطرف الرئيسي في هذا المشكل، لهم الاساتذه المتدربون، تنزل معاهم طاوله الحوار وتحاول تسمع. حنايا كنقولوا للحكومه تهدي المقاربات التشاركيه، فاين هذه التشاركيه؟ اذا ما قدرت انها تحل المشكل بالحوار يعني باش غيتحلوا؟ كنتمناو ان من الحكومه متمثله في رئيس الحكومه ان ينزل شويه للمستوى ديال الشعب، كما كيقول بان الشعب هو يطلع في الحكومه، ينزل للشعب ويتصنت الشعب والنداء ديال الشعب اللي غيتجلى جاليا في المسيره المليونيه اللي كنصدق عليها مليونيه يوم الاحد. وكنقول بان لا تصاريحكم ولا ارهابكم سوف يعني سوف ينهي مسيرتنا ومعركتنا، والدليل على ما اقوله هو المسيره ديال النهار 24 اللي غادي تكون مسيره مليونيه، اقول مليونيه، اللي غادي يشارك فيها جميع شرائح الشعب المغربي، واللي غادي يطالبوا بواحد الصوت واحد، لا للمرسومين، لا للمرسومين، نعم لتحسين الوظيفه العموميه والنظافه العموميه.